السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم اخوكم وحبيبكم ايهاب السرفندي من قناة ايهاب تي في، كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله مبسوطين. اليوم ان شاء الله في خلال فيديو بدنا نشوف امور بتخصنا وبتخص هواتفنا اللي بنحملها. الهواتف اللي احنا بنحملها دائما تحتاج إلى تحديثات. وجهازك اللي موجود معك هو عبارة عن ايش؟ عبارة عن حديدة وعبارة عن سوفت وير. يعني عبارة عن هاردوير وسوفت وير. الهاردوير اللي موجود معنا هو عبارة عن الجهاز، هاي الجهاز معنا هذا جهاز لو كان فيش فيه سوفت وير فيش فيه جوا سوفت وير بصير ايش تمسكه اي واحد بغلبك اوبا تخبطه فيه بصير زي ايش تمسكه في الطوش المشاكل بصير حديد ولا حاجه لكن السوفت وير مهم جدا احيا الجهاز الحديد هذا صارت ايش صارت جهاز تتكلم فيها وتقول له الو كيف حالك ايش اخبارك التطبيقات اللي جوا السوفت وير هذه عباره عن تطبيقات يعني النظام الجهاز مثلا نظام اي اس نظام اندرويد والنظام هذا اللي موجود معنا مثلا الاندرويد هو عبارة عن نظام اندرويد تطبيقات الاندرويد موجودة والسوف... والسوفت وير الاندرويد وكمان عندنا الشركة اللي بتاخذ الاندرويد لأن الاندرويد هذا بتشتري انت اليوم ممكن تعمل جهاز انا اليوم عمل جهاز طب بدي احط عليه اندرويد بتشتري عليه اندرويد عادي ويمكن حقه 13 دولار اظن او شيء زي على حسب الشركات وعلى حسب الاتفاقيات بعد هيك بتحط انت يلا ورجيني ورجيني قدراتك بتروح الشركة ايش؟ بتعمل واجهة الواجهة هذه عند اندرويد سامسونج بتعمل 1 يو اي شاومي ام اي يو اي ريلمي يو اي اوبو وهكذا يعني كلهم من الشركات عباره عن بيعمل واجهه في ناس بيعمل واجهه خفيفه يعني بقول لك انا بديش اتقل الجهاز بديش اعمل مشاكل في بيعمل واجهه فيها حاجات حلوه بتضلها خفيفه على حسب المطورين اللي عنده انت والشغيل اللي عندك اليوم ان شاء الله احط لايك الان وخلينا نشوف اجهزتنا لانه في اليوم تحديثات 14 وتطبيقاتها في خلال هذا الفيديو شاومي ريدمي بوكو لا تنسى الدعم يا غالي الى هناك رجعنا لكم نيجي صلوا على سيدنا محمد اول حاجه في عنا التطبيق مثبت الحزم هذا التطبيق هو عباره عن تطبيق بيسمح لنا نقدر نثبت الحزم على حسب الاندرويد الموجود معنا وبيسهل عمليه تطبيق حزم التطبيقات يعني اي تطبيق بتنزله انت هذا اسمه او بيساعد في عمليه تثبيت التطبيق اذا هذا مش موجود مش فيش امكانيه انك تعمل عمليه تثبيت للتطبيق وهذا مثبت الحزم كل جهاز يعني كل نظام مثلا من الواجهات واجهة شاومي واجهة سامسونج بيختلف مثبت الحزم من جهاز الى جهاز هذا اول شيء لازم تعمله تثبيت طبعا لو عملت فتح مش هيفتح معك هيكون موجود معنا وين هيكون في داخل التطبيقات يعني لو جيت على على الاعدادات وعلى التطبيقات اداره التطبيقات ووجدت على المكان هذا كتبت هنا بالعربي مثبت الحزمة هتلاقيها هي موجود وما بتقدر تحذفه من النظام في الجهاز بعد هيك في عنا الاسكانر احنا حكينا المرة الماضية انه في كان تحديث الاسكانر بتحديث حلو وجديد وكان بتقدر من خلال تطبيق الاسكانر انه تقدر تعمل الصور نظام بي دي اف يعني ليش نظام بي دي اف بكون عالي الجودة بكون في الشيط يعني انخفاض في الجودة وما حد بيقدر يعدل عليه وهذه ميزة حلوة كتير كتير وهي نفس الشيء ولكن هذا تحديث جديد في عمليه ترانزليت، في عندنا هنا الترجمة، وعندنا هنا هي بي اف، هذه البي دي اف اللي انت شايفه، في هنا عندنا عمليه اسكان، اسكان تيبل، ممكن اعمل اسكان لاي شغلة، مثلا بدي اعمل اسكان للجهاز هذا اعتبر هي جهاز اعمل له هذا اسكان تمام هي صوره، وهي بقول لك جاست لحظة من فضلك، والان هيجيب لك الصور المتطابقة لهذه العدسات، هتلاقيها الان انتشرت عندك وهي زي ما انت شايف هنا في عندك هيو طلع لك الجهاز نفسه طلع لك هيو اس 23 الترا تمام يعني هذا يعني بتقدر تقول نفس اللي موجود معنا في اجهزتنا لو جيت على الكاميرا في اجهزه شاومي وجيت على العدسه هذه عدسه جوجل تقريبا نفس عدسه جوجل هي سكان هي بحث لو جيت على سكان عدسه جوجل هي عملت بحث نفس الشيء وهيجيب لك المتطابقات اس 22 الترا اس 23 الترا وهكذا هذه عملت سكان في تطبيقات شاومي منفصلة عن الاندرويد وعندنا هنا ممكن اعمل ترجمة ولكن في الشي مش موجود اللغة العربية لو جيت هنا لقيت اللغات مش موجود عندك اللغة العربية ما بيعنينا كثير في عنا ممكن نستغنى عنها بعملية جوجل عادي جدا جدا بعد هيك في عنا تحديث لمدير الملفات مدير الملفات الجديد هذا التحديث تبعه الجديد كيف يعني في عنا اثنين مدير ملفات في الجهاز هيكون مدير ملفات هذا هذا مدير ملفات على النسخ الاخرى ويكون زي النسخ الصيني ومدير ملفات بالشكل هذا لو فتحناه هتلاقي هذا هو شكله مدير الملفات تبعنا القديم هي موجود اذا بصير عندنا اثنين مدير ملفات السابق وهذا مدير الملفات الحديثه التخزين وهي عندك الملفات بتقدر تشيل ملف من مكان الى مكان وبتقدر تشوف ايش اخر شيء تخزن وعندك الحديثة التخزين الكامل بعدك في عندنا بالنسبه للكاميرا الكاميرا انتم عارفين الكاميرات بشكل عام التحديثات تبعتها لازم تجيها كل جهازنا وكل اجهزتنا موجود فيها تطبيقات كل شيء موجود فيه نظام تطبيقات وتطبيق الكاميرا هذا له تحديث جديد والتحديث هذا نزلته الان تطبيق الكاميرا اللي موجود معنا ممكن انت تستخدمه استخدامات كتير في مميزات تطبيق الكاميرا شايف هذا الجهاز شاومي هنا عندك مميزات مش موجودة هنا موجودة في الجهاز الثاني اللي هو وهو اس 23 الترا مميزات كثير في موجود انا لاحظت في فرق بين الاثنين لاحظ هنا فيديو صور احتراف المهم في شغله لازم اورجيك اياها انا في عنا هو الفلوجات الفلوجات هذه ممتازه جدا لكن مش موجوده على كل الاجهزه عشان يكون عندك علم لو بدك اي فلوج من الفلوجات بتضغط بتضغط عليه زي هيك هاي فلوج تختاره لو عملت زي هيك بدنا نصور بقول لك صور بالعرض مثلا بدنا ناخذ هذا هذه الزاويه تمام وبدنا ناخذ هذه الزاويه بدنا ناخذ هذه الزاويه وبدنا ناخذ هذه الزاوية تمام هي جمعناهم نعمل عليهم زيك نتفرج عليهم تمام هذا بيعمل نظام فلوج يعني بيعمل نظام زي هيك إيه انترو صغير حاجة رائعة جدا وبتختار من بين الفلوجات كتير في عندك فلوجات هن موجودة هاي اثنين اربعة حوالي عشرة او ثمانية او تسعة هنا الكاميرا الاساسية انا لما باجي اصور اي واحد في كلام بيجي يصور بيصور هيك هاي صورة وبصور صح هي انا بصور العرض فانت دائما في الجهاز في كاميرا اسمها كاميرا اساسيه وجيت الكاميرا الاساسيه هي الخمسين هذا عندي انا كاميرا اساسيه بصور الخمسين 50 بيكا بكسل بتلاقي التفاصيل موجوده طلع كيف التفاصيل موجوده ولكن لو صورت بالكاميرا الثانيه فيش فيها تفاصيل لما تيجي تقرب زي هيك فكل واحد فيكم يتاكد انه الجهاز اللي معاه في كاميرا اساسيه بيصور فيها بيعطيك جودة عالية لاحظ انا في الفيديو المزدوج يعني انا بقدر اصور فيديو مزدوج بالكاميرا الامامية والكاميرا الخلفية ولكن مش موجود في كل الموبايلات هذه الفيديو المزدوج وهنا عندك تعديل بتقدر تعدل تشيل من هنا وتحط هنا وتحطهم يكونوا موجودين معك وين في الشاشة الرئيسية للكاميرا وفي عندنا ميزة بقدر اصور زي هيك تصوير لقطات متتالية شايفين كيف هاي صورت 11 صورة تقريبا الضغطة طويلة بيصور 15، خمسة... لو رفعت ايدك بيوقف، شايف كيف انت؟ هي طلع معي هان تصوير، شايف كيف؟ تصوير فيديو ل 15 سنة، لو رفعت ايدك هي بصور فيديو الآن، أنا ضاغط على زر رفع الصوت. خلص، افتح الفيديو، هي فيديو صار عندك. تصوير، شايف كيف؟ تصوير فيديو ل 15 سنة، لو رفعت وعندنا إيه ضغطة أيضاً على الجنب هيك بصور صور متتالية. ولو ضغطنا ضغطه طويله ايضا هنا بيصور فيديو برضه 15 ثانيه في هنا سر من اسرار الكاميرا لو جيت على الصوره وجيت على الثلاث شرط اللي فوق بعض وجينا هنا على لقطات متتاليه هتلاحظ انه عدد الصور تقدر تصور مثلا هي 180 صوره ويصور لك الفضل. كل خمس ثواني صور صوره كل خمس ثواني صور صوره كيف يعني خلينا نشغل ونجرب هي صور ابدا صور هيبلش يعد معك ايوه قدح صورة هي خمس الحين كمان خمس ثواني هيك قدح كمان صورة الحالة. يعني ممكن تحط الجهاز على ترايبود وتنزل لحاله يصور وفي الاخر تختار الصورة اللي بدك اياها بتصور عشرين صورة عشر صور 30 صورة وشيء رهيب جدا وهذه باعتبارها ميزة صغيرة وهعمل ان شاء الله عليها في فيديو قصير علشان الكل يشوفها تحديث الكاميرا الجديد بالرقم الجديد الرقم هذا هو رقم التحديث الجديد لو جيت ضغطت ضغطه طويله على الكاميرا هتلاقي ممكن انا اصور سيلفي مباشره اصور فيديو احترافي مستندات هي مثلا مستندات مباشره بدخل على المستندات بعد هيك معلم في عنا تطبيق الثيمات وبعتبر ان هذا التطبيق مهم بعد تطبيق الحمايه تطبيق احنا بنستخدمه كثير لانه بيشغل يعني بخليك الجهاز جهاز ثاني بخليك تشتاق للجهاز بخليك تحب الجهاز لاحظ هذه الايقونات هذه اللي فوق هذه اقتراحات من عندهم عندك الجديد عندك التوب عندك المجاني وعندك اللي هنا كاركترز وعندك كمان هنا لو ضغطت زي هيك هتدخل على الايقونة هذه وممكن انا اختار مثلا اللايت لو طلعنا زي هيك بنختار الديناميك تجيك التطبيقات او الثيمات الديناميك تمام وبتنزل الثيم اللي ايش بيعجبك هذه الاقتراحات حلوة كتير كتير موجودة معنا هنا الخطوط ممكن اختار الخطوط من هذا المكان ادخل على تطبيق الثيمات وهيك عندك هذه كلها خطوط اختارها شايفين ممكن اختار النغمات وادخل على مدير الملفات كمان اختار النغم اختار نغمة من الجهاز وهذا ايضا نغمات هذه كلها نغمات بقدر انا اختارها من هذا المكان واثبتها على الجهاز وانزلها وما في مشكلة مثلا هذا هذه نسمعها هذه نغمة ايفون 15 ثانية هذه طلع خلاص اسكت طلع هنا نغمة الرنين. الرنين الإشعار بتختارها على الجهاز يعني النغمات موجودة في تطبيق الثيمات وعندنا هنا الخطوط والنغمات وهنا الخلفيات وهنا الثيمات وهنا الثيمات اللي احنا حاطينها في الجهاز وكمان من المزايا الجديدة لو جيت هنا على الإضافات بتلاقي إنه في أنا عندي خيارات واسعة هنا في عندك صارت جديدة بدي أشيل هذه أخذها هنا وأحطها هنا بس تدخل على الثيمات وبيعطيك هنا شكل حلو وبتختار كمان شغلات اخرى في تطبيق الثيمات من الاضافات وفي عندنا تحديث لتطبيق الساعة تحديث الان لسه انا بصور في الفيديو التحديث وصل تصور انا قاعد بصور الفيديو ما فيش كان اضافة الساعة وقبل ما ابدا الفيديو او يعني لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم اجى التحديث فتطبيق الساعة لازم نحدثه الساعة المنبه ستوب والامور هذه اللي حكينا عنها اكثر من مرة طيب في بعد الساعة في كمان ضايل تطبيق واحد مهم جدا، إيش هو؟ لو جينا على الإعدادات وجينا على التطبيقات وإدارة التطبيقات وبحثنا هنا في البحث الإشعارات. الإشعارات هذه إلها تحديث، تصور الإشعارات إلها تحديث، يعني تصور الإشعارات إلها تطبيق، هيو، إلغاء تثبيت التحديثات ما بتقدر تشيله. هنا في تحديث للإشعارات، الإشعارات إذا عنده مشاكل في الإشعارات وعنده أي حاجة في الإشعارات بقدر ينزل هذا التحديث. والتحديث متاح للجميع بيقدر كل ينزله وهي تحديث الاشعارات وين هاي الاشعارات هاي تحديث الاشعارات وبتعمل تحديث وامورك ان شاء الله كله في السليم وكونوا معنا دائما لا تنسى الضغط على زر الاعجاب 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 والاشتراك في القناه وتفعل الجرس يا حبيب علشان يصلك كل جديد ونلتقي في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام